تون يمكن أن يكون أمر هين قدام تخريب الضيعات الفلاحية وقطع الماء والكهرباء عليها، ولكن المؤلم بالحق أنك تشوف الفساد في الأرض، الفساد في حق شجرة الزيتون، الشجرة المباركة. وكانت صدمة الفريق الصحفي لقناة القلم كبيرة وقت اللي شفنا هذه المشاهد، والحكم لكم. عندي أرض في معتمدية العامرة بالضبط في منطقة ذرع بن زياد، نهار 9 ديسمبر نلقى الحوزة مقصوصة 12 سنة، نميل ونسقيه وفلوس إنسان ما عنده يعلم بربي بحاله، كيفاش إنسان يصرف على أرض كيما هذه، كيفاش نصير الزيتونة باش تولي تنتج، فهمشي؟ وبعد يجيو ناس يقص لك شجرة الزيتون، 400 زيتونة خلاو لي منها كان القليل. صدمة صدمة كبيرة، حسبي الله ونعم الوكيل. الأسباب، وجوني أشخاص يقولوا لي الطابية اللي عملتها اللي دورتها بالأرض بتاعك هذية نحيها، ما عندكش حق تعملها. عليه قالوا لي الأرض هذية نصرحوا فيها بالأغنام بتاعنا، ما يزمكش تعمل طوبي هكايا، وعندك زيتون اللي غرسته جديد هذايا في الأرض قلو نحيه. ليه؟ لا ما يساعدناش، ثورة في البلاد. قال لي ثورة والشعب هو اللي يحكم، تو ما بقى يحكم حد غير نحن. وضيقتنا نصرحوا بالغلم، ضيقتنا الأرض بتاعنا اللي نصرحوا فيها، ما عليك اللي تهز روحك وتروح من هنا. ما كانش رحنا ماشي نجيوك نقلعوا الزيتون بيدينا ونكملوا نقصوا لك الحوزة كاملة، حتى الشجر الكبير اللي عندك هذا مش نكملوا نقصوها. قلت له ما يسالش انا تو الريجل اموري، نعمل الطوابي ونغرس الزيتون بتاعي، وانت ما يسالش تحب تفصل فصل ما يقلقش، ما انت مش تشالي انا الشيء اللي قالوه لي. فهمت؟ الزيتون هذا صرفت عليه 100 الملايين مدة 12 سنة وانا نخدم، 100 الملايين صرفت عليه، خليته منها كل قصوه. مشاهد تغني